العظيمة هي أكثر ما نحتاجه في عالمنا العربي، فئة الشباب وتحديدا نحتاجهم في العمل الإعلامي والصحفي. هم أصحاب الطاقات الشابة والفكر الجديد، شباب وشابات قادرون على أن يكونوا بديلا ناجحا لأصحاب الفكر والصحفيين الكبار. المرشحون في هذه الفئة فيصل هم مع صلاح الدين من موقع مصراوي الإلكتروني، سمر صالح من صحيفة الوطن المصرية، سارة صلاح من صحيفة الوطن المصرية، عبد الصمد نادن من صحيفة بيان اليوم المغربية، شروق محمد من موقع مصراوي الإلكتروني، وأحمد عاطف من صحيفة الدستور المصرية. وشباب الفائزون في هذه الفئة هم سمر صالح من صحيفة الوطن المصرية، عبد الصمد نادن من صحيفة بيان اليوم المغربية، وأحمد عاطف من صحيفة الدستور المصرية. ألف مبروك لكم. ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما حضراتكم شفتوا معانا يعني دي فكرة جميلة جدا، وكالعادة يعني نقدر نقول ايه، دولة الإمارات الشقيقة، الدولة المبهجة صانعة السعادة والمبتكرة دائما. احنا شفنا دلوقتي المشهد اللي احنا شفناه ده حفل توزيع افتراضي، يعني حفل توزيع الجوائز الافتراضي، بمعنى انه المسرح ده بدون جمهور، مجرد بس زي ما حضراتكم شفتوا انه يعني المذيع بس هي الواقفة، وضيف يعني شخص اخر واقف معاه، يعني القصدي انه شخصين فقط على المسرح، وبيتم تسليم الجوائز بشكل افتراضي اونلاين. مؤخرا جائزة الصحافة العربية كرمت الفائزين في دورتها ال19، واللي كان الصحفيين المصريين ليهم نصيب كبير منها. جائزة مهمة جدا بتأكد على ان الصحافة صاحبة الجلالة في مصر لا تزال بخير. ومن ضمن اللي فازوا بالجائزة في فرع صحافة الشباب 2 من أبناء مصر، الأستاذ أحمد عاطف والأستاذة سمر صالح، اللي احنا حبينا نحتفل بجائزتهم اللي تم الإعلان عنها يدوب من يومين. هم قدموا من 2019، ولكن إعلان النتائج كان فقط منذ 3 أيام تقريبا. هم منورينا في الاستوديو، صباح الورد عليكم وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا عارفة أن أنتوا كان نفسكم تسافروا دبي. طب احكوا لي عن شعوركم وأنتوا بتسمعوا نتيجة تكريمكم، يعني عن بعد، يعني جديدة دي ومختلفة. احنا لسه بنقول يعني الكورونا ربنا يزحها بقى وتمشي بعيد عن البشرية كلها، ولكن كل حاجة بقت تتعمل بشكل استثنائي يعني. فطبعا تسليم الجواز ايضا بقى بشكل استثنائي، فاحساسكم ايه وانتوا بتستلموا جايزة عن بعد؟ بصي، انا اصلا كنت قاعدة مع استاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن في مكتبه، وحواليا بقى زمايلي وكده، فانا اللي هو ايه يعني متوترين، بس طبعا اكيد طبعا كان نفسي اسافر دبي يعني اكيد، بس طبعا الفرحه نفسها يعني حلوه جدا. يعني انت كمان بتبقي مش متوقعه الفوز، يعني اللي هو انا قدمت من سنه ونسيت بقى خلاص، فاللي هو بيكلموني انت مترشحه لفئه الشباب بجائزه دبي. في الاول افتكرت ان هم متصلين برقم غلط، حتى بقول لهم انا، انتوا متاكدين الاسم؟ صحيح. فبس لا، حاجة حلوة جدا الحمد لله. يعني خلينا نقول ان هي حاجة حلوة جدا والف مبروك، لكن طبعا احساسها اكيد مش زي طاقة البشر واللايف والجمهور. طبعا صح، والتسقيف يعني بس لما بتطلعي المكرمين كانوا كل سنة بيطلعوا المسرح بياخدوا الجايزة بياخدوا درع، طبعا كانت هتفرق، بس يعني خلينا نقول انه ان شاء الله تتعود في الفتره اللي جايه. يعني احمد، انت يمكن كان بقى يعني لسه بنقول سمر سمعت الجائزه وهي قاعده في مكتبها، سمعت عن الجائزه، انت كان وضعك مختلف وكنت مع جيشنا العظيم في يعني في شغل مهم، في نقدر نقول ايه مغامره بالنسبه لك كصحفي مهم جدا اثناء اعلان فوزك بالجائزه دي. صحيح. انا كنت في، انا استقبلت الخبر وانا في مدرعه حربيه بلف في شمال سيناء في العريش والشيخ زويد ورفح، بعمل قصه جدا ان شاء الله تنشر قريب. استقبلت، مفيش يعني الشبكه انت عارفه هناك ضعيفه شويه، فانا جالي تليفون من هناك، احمد انت فزت بجائزه دبي، وانا قاعد جنب زمايلي في المدرعه. ايوه. فكان احساس وشعور يعني شعور يعني انا بفكر في قصه جديده، انا ببص يعني انا مش كنت باصص لجائزه قوي، بمعنى ان انا اعمل قصه حلوه استمتع وانا بعملها. ايوه. فانا استقبلت الخبر وانا قاعد مع زمايلي، يعني كان يعني هم قعدوا يسقفوا ويباركوا، فكان المشهد بصراحه بديع يعني.
اكيد. فانا يعني تخيلت المشهد، يعني انا قاعد بعمل ايه وربنا بعت لنا ايه، فكان احساس جميل جدا الحقيقه. يعني خليني اقول طبعا انا عايزه اوجه كل التحيه من القلب لجنودنا، لجيشنا العظيم المرابط يعني في يعني على خط النار دائما لحمايه هذا الوطن، ربنا يحفظكم يا رب. وخلينا نقول كمان انه احمد كمان القى الضوء اكتر على انه خطور يعني العمل الصحفي، انه الصحفي ده مقاتل ايضا ومقاتل فعلا من قلب المعركه. يعني على فكره دي حاجه عايزه شجاعه وعايزه اكيد، يعني سلاح حاجه برضو تخوف مش سهله. انت يعني بص خلينا الصوره دي هل ممكن تعلق لنا عليها؟ دي صورتي وانا في سينا في العمليه الشامله على 2018. قعدت حوالي 7 أو 8 أيام على الجبهه مع المقاتلين في حربهم ضد الارهاب. يعني عملت يعني رصدت دقيقه بدقيقه قصص الجنود والضباط والمدنيين والمسعفين والروح القتاليه عندهم، وازاي ان دول بيحاربوا عننا ودافعوا عننا هناك واحنا قاعدين هنا مستمتعين جدا بحياتنا، ودول هناك بيموتوا يعني عشاننا، يعني باخدوا الطلقه بدلهم عشان بدل ما تجينا هنا. يعني كلهم شباب يعني في عمر طبعا وبعدين انا كنت مهتم بقصه الانسانيه اكتر. يعني كان يعني اما اخد جندي واتكلم معاه، اخد ضابط واتكلم معاه، وبحس انا يعني اما طلع قصه مش معروفه البطل، محدش عارف عنه حاجه، محدش سمع عنه كتير، رغم انه هو ممكن يموت هناك علشان ده وضع مختلف تماما طبعا. طب خلينا نقول ان المقاتل بيتدرب على ده، يعني بشكل مهني واحترافي بيتدرب على يعني هذا الفيلد او القتال بشكل عام، لكن الصحفي يعني انت ما حسيتش بجد بمنتهى الصراحه، ما كنتش حاسس انك خايف لان انت رايح برضو منطقه خطر، ايه اللي لازم يتوافر في الصحفي اللي بيغطي تغطيه ميدانيه في اماكن حرب يعني او اماكن فيها شديده الخطوره؟ في فرق ما بين حاجتين، ما بين الخوف وما بين الهلع. يعني الخوف ده حاجه طبيعيه، لازم اي حد يخاف من اي حاجه بتحصل له، والا ما يكونش بني ادم مش طبيعي. انما الهلع ده مرعب، يعني انت ما في قنبله تضرب، ما في طلقه، ما في بتاع، فما تقلق. لا طبعا انت يعني انا في السفر الاخيره مثلا، فاخويا بيقول لي انت هتروح ده في ضرب، ده في، قلت له يعني انا راجل بشتغل صحفي افضل بتاع شعارات، اما اجي قدام يعني او قدام الاختبار اتراجع واعمل؟ طب انا افرق ايه عن الراجل اللي هناك؟ يعني اليقين الاول، انا متيقن ان انا بعمل مهمه زي هو شايل بندقيه وانا شايل قلم. صحيح. انا بحييك على بنكافح ده، بحييك على المبادئ اللي انت يعني اصل فعلا سهل قوي ان احنا نقعد في بيوت نتكلم على مبادئ ونقول اقوال مقصوره ونيجي وقت التنفيذ ما فيش اي حاجه من دي، فانا بحييك ان انت قد ايه قد كلمتك يعني زي ما بيقولوا. خلينا نقول كمان ان سمر انت دورك لا يقل اهميه عن الجندي اللي بيحارب على الحدود، انت كمان جندي بيحارب في الشارع من اجل الغلابه، نزلتي وشفتي الناس المحتاجه وحسيتي بالامهم وقررتي انك تنقلي او ترفعي هذه الالام للمسؤولين، وبالفعل كان في استجابه من يعني الجهات المسؤوله لمساعده المحتاجين. كلمينا عن المغامرات اللي قررتي انك تنزلي في الشوارع وتعمليها، مش مجرد انك صحفيه قاعده بتشتغلي من على المكتب. انا مؤخرا بقيت بحب قوي فكره ان انا اروح للناس الحالات، لان هم دول اصل شغلنا. يعني ما انت زي ما احمد كان بيقول انك بتسلطي الضوء على حد الناس مش عارفاه، وفي فعلا ناس منهم كتير مكافحين، ناس تعبانين محتاجين. انا حتى لما جالي خبر الترشح للجائزه قبل ما اعرف الفوز انا كنت رايحه بصور اصلا موضوع مع حد يعني، فكنت في الشارع وجالي تليفون فعرفت الخبر الفوز بقى لما كنت في المكتب. القصص الانسانيه دايما بتفرق، بتحس طبعًا ان انت عايزه تنقلي مثلا حد تعبان. يعني من ضمن القصص اللي انا كنت مقدمه بيها في جائزه دبي، انا كنت في اسوان 2019 وكنت بحضر مؤتمر عادي قاعده وسط ناس، فسمعتهم بيتكلموا عن حاله طفله عندها حوالي يعني 6 سنين. فرح صورتها معانا دلوقتي، يعني تقدري تشوفيها. انا فرح كانت غاليه على قلبي قوي. اكتشفتي قصتها ازاي؟ احكي لنا. هو احنا كنت قاعده وسط ناس زمان وخلاص، كان فاضل على الطياره بالظبط يعني 6 ساعات تقريبا، اللي هو خلاص بقى احنا انا حضرت شنطتي وقاعدين بقى اخر كام ساعه كده وبتاع، فلقيتهم بيقولوا ده في طفله. طبعا مركز مجدي يعقوب في اسوان انا كنت ناويه اروح اصور فيه، لان هو ده ما ينفعش اروح اسوان ما ازوروش يعني. اكيد. فبيتكلموا عنها ان هي عايشه بقلب صناعي عباره عن بوكس كده فيه اسلاك وشايلاه في شنطه على ظهرها، ما بتقلعش الشنطه حتى لو يعني لو هتنام لو هتستحمى او لو حاجه، كل حاجه سبحان الله. فانا انبهرت. هتفضل كده عايشه طول حياتها؟ هي كده. فانا قلت لهم يعني ازاي؟
ايه ده مش فاهمه. طب وصلوني بيها، قالوا لي مامتها ما بتحبش تتكلم قوي عن الحياه، لما بتقدرش وبتتاثر وبترفض تماما، وما فيش اي حد اصلا، هي بتتكلم ما بتكتبش على الفيسبوك اي حاجه عن بنتها، فمستحيل هتوافق تتكلم للصحافه. قلت لهم بس الدنيا هاتوا رقمها. فانا كلمتها حاولت بالراحه وبتاع، واحنا قالت لي الاول كان في بعض الرفض، انت عارفه في بعض الحساسيه شويه، اللي هو اصل الاعلام هيطلع بنتي ضعيفه وتعبانه وانا مش عايزه. قلت لها لا بنتك مش ضعيفه ومش تعبانه، هي بطله. فروحت قعدت معاهم ساعتين، قعدت اصور معاهم في البيت، رحت لهم البيت في اسوان وبتاع. ففرح حتى يعني على المستوى الشخصي بعد كده. احنا انا عايزه اقول لك اول ما عرفت خبر فوز الجائزه بعدها ب 10 دقايق والده فرح كلمتني. طبعا هي فرح دلوقتي في الجنه يعني، ربنا يرحمها حبيبتي. فانا كان نفسي تكون معايا بس انا بحدي. توفت امتى؟ اتوفت في اخر 2019. انت كنت عارفه يعني تابعتي الوفاه وقتها؟ انا بقول لك اسرتها على طول بكلمها يعني، والدتها. كان عندها كام سنه ما توفت؟ فرح حوالي كانت لسه ما تمتش 7 سنين يعني، كانت ما في 6 سنين. ملاك في الجنه ربنا يرحمها ويصبر والدتها. كانت بنتي والدتها. جميله قوي. ما والدتها حتى كلمتني بركت لي على الفوز، فانا حتى بهدي الفوز بيها. انا حتى لما رحت مركز مجدي يعقوب في اسوان حقيقي كل القصص يعني دي القصه اللي تم اختيارها لاعطائك الجائزه عنها. هم مش بيقولوا بالظبط بس انا قدمت بدي، وكان في قصه ثانيه انسانيه لو تفتكري الانفجار بتاع معهد الاورام اللي كان حصل في اغسطس 2019. أيوة طبعًا. كان في صوره شهيره للست كده قاعده على الرصيف وخايفه وحاضنه ابنها. الست دي ساعتها اللي هو اصلا كانت احنا بقيتها وبحاول عايزه اوصل لها، عايزين نعمل معاها حوار. فكنت الحمد لله اول حد وصل ليها وعملت معاها حوار وكده. كانت يعني طفل، عندها طفل صغير بيتعالج وحصل الانفجار، فكان الموضوع برده. من غير كده انا بحاول انزل للقصص اللي هي بيبقى دايما الناس محتاجه مساعدات، بنحاول نجيب لها مساعدات من بصراحه ربنا يعني. مجلس الوزراء على طول بيتكفل باي حاله، او وزاره التضامن، فهم متابعين. بيكون فعلا في استجابه سريعه، ده حقيقي. واحنا يعني لامسين الاداء ده يعني على الارض فعلا يعني، ده بيحصل فعلا. احمد عايزه ارجع لك بقى مره ثانيه، ويمكن كان في تحقيق في خاتم جمال خاشقجي صح؟ لا قاسم سليماني. قاسم سليماني بتاع قاسم سليماني. الخاتم بتاع قاسم سليماني. قاسم سليماني ده اللي كان اللي ماسك يعني الشق العسكري في ايران. يعني يعتبر اهم حد يعني كان موجود، اللي تم اغتياله. تم اغتياله صحيح. تم اغتياله في ضربة امريكية في العراق. ايه قصة الخاتم؟ وليه اخترت يعني، خليني في البداية اقول لك ايه اللي خلاك تختار خاتم قاسم سليمان؟ انا لما بحب اشتغل على قصة او بعمل حاجة بدور على حاجة محددة. احب ادور على يعني عندي فضول انا شخصي بعيدا عن الصحافة كمان، انا اعرف هو ده جه منين. اصل انا صحفي يعني، انا في الاساس صحفي استقصائي، بدور على لماذا لحد ما الاقي اخر اجابه انا عايزها واكتفي بيها واشبع بيها. فالخاتم بتاع خاتم قاسم سليماني ده يعني هم عرفوه اصلا انه مات او اتقتل في الضربه الامريكيه بسبب الخاتم بتاعه من ايده، لما ايده موجوده فالخاتم بتاعه تعرف ان هو موجود. فده له قصه كبيره. فانا قعدت ادور انه اصبح الخاتم هو الدليل او دليل التحقيق. صحيح. ما بعد الاغتيال. صحيح. فانا في رحله البحث عن الخاتم كانت رحله كبيره شويه. حاولت ادور هو جابه منين، فاكتشفت ان هو شاب صغير راح للخميني وابوه كان مديون، فالشاب ده راح عشان يتكلم مع الخميني عشان خاطر يسدد ديون ابوه، فاخدوه ابنه ده في الجيش او في الحرس الثوري. ومن هناك الشاب ده كبر وبقى قاسم سليماني اللي هو اكبر حد مهم عسكريا كان عندهم، وكان عامل قلق في المنطقه. بس ازاي عرفت تقتفي اثر القصه دي؟ ما انا هقول لك. انا الا لو سافرت ايران بقى علشان تعرف اصل الموضوع. لا احنا عندنا ادوات في السيرش وفي البحث وفي وشويه علاقات شويه في الدول، لان انا لفيت شويه. فعرفت ان القصة ان الخاتم ده بالذات هو خاتم مميز جدا، في فص مميز جدا، ان هو بيدي الخاتم ده للشخصيات اللي شايفها بالنسبه له قريبه. يعني مثلا اهدى لاثنين، اهدى لواحد في الجيش السوري واهدى لواحد في صحفي في قناه هناك في لبنان. فبقى معروف، عرفوه بالخاتم، معروف بالخاتم بتاعه، قصه خاتم سليمان. فهو ده قصه كبيره من ورا لحد يعني. انا حتى عملت عنوان لها الرجل الذي لم يفقد خاتمه الا بموته. هل القصه دي من القصص اللي قدمت بيها في انا قدمت بقصص كتير جدا يعني. احنا اصل فئه الشباب مش موضوع ومش موضوعين ومش ثلاثة، ممكن يبقى خمسة، وممكن موضوع من الموضوعات ده يبقى سلسله موضوعات كتيره جدا. فانا يعني ما فيش عدد محدد ماكسيمم مثلا، في ماكسيمم بس في بس ممكن يبقى موضوع من الموضوعات
سلسله كبيره جدا. يعني ملف يعني ده مجمل يعتبر مجمل اعمال الصحفي يعني العام. ايوه فشغل كتير جدا يعني، حتى احنا مش متذكرين كل العدد اللي احنا قدمنا بيه يعني. سمر يعني خلينا نقول ايه اللي مخليكي اكتر يعني تهتمي قوي بالجانب الانساني والانسانيات، وايه اكتر قصه اثرت فيكي؟ طبعا احنا كلنا تاثرنا، يعني انا شخصيا تاثرت جدا بفرح وقصه فرح ربنا يرحمها يا رب ويصبر والدتها، لكن ايه قصص تاني لمست قلبك قوي واثرت فيكي؟ وازاي بتعرفي تفصلي الشعره اللي ما بين تناول الموضوع بشكل مهني وتناول الموضوع بشكل عاطفي قد يضر المحتوى اكتر ما انه ينفعه؟ اكتر القصص اللي اثرت فيا، او انا بقى هفضل دايما اقول ان اكتر قصه اثرت فيا لحد دلوقتي في شغلي هي فرح. اكيد. بعدها بقى مثلا انا بنزل مؤخرا، بقيت بنزل الشارع يعني هقول لك ليه بنزل الشارع، لما بتقفي قدام المصدر غير لما تكلميه تليفون، ممكن تجيبي رقم وتكلميه وانت في المكتب، بس تعبيرات وشه بتفرق معاكي وانت بتوصفي حركه ايده مثلا. كان في قصه من القصص اللي انا انا كده فهمت ليه دايما في المسلسلات يقول لك مش هينفع اقول لك الموضوع ده على التليفون. ايوه ده حقيقي. يعني كان في قصه كده لسيده اسمها ناهد، هي شياله. ناهد دي بتشتغل مهنه ما اعتقدش ان في راجل، بتشيل اي حاجه، بتشيل طوب، بتنقل عفش، بتنقل اي حاجه، فهي عشان كان حصل ليها ظروف وعندها 5 بنات فهي مضطره تصرف عليهم طبعا. فانا رحت لها عشت معاها يوم وهي بتنقل عفش بتاع قد ايه، هي اصلا جسمها يعني ضعيف جدا بس في نفس الوقت بتشيل اوزان اتقل من جسمها، وسبحان الله ما بتقعش ما بتتهزش. فانت لما بتشوف وقتها عيطت، دي برضو من الاستجابات اللي جت لها. يعني كان مجلس الوزراء اول ما شاف القصه، ووزاره التضامن بصراحه عملوا لها ايه الاجراء اللي يعني وزاره التضامن عملوا لها المفروض المعاش اللي هو تكافل وكرامه، والمجلس الوزراء كان اعلن ان هو يتكفل بمصاريف الاولاد عشان هي عندها في المدارس وكده، فهيدفع لهم مصاريف المدارس والحاجات دي. حتى مؤسسه جمعيه صناع الخير كانوا عملوا لها فرش كامل اساس للمنزل. بصراحه يعني في جهات متعاونه جدا جدا ومحترمين. انا بحب اشوف المصدر بتاعي هو بيتكلم بيعيط بيعمل حركه ايده كده، فدي كانت من القصص اللي اثرت فيها جدا قصه الست ناهد. كان في قصه تانية برضو لسه عاملاها قريب. بتتحري بتجيب الحالات منين؟ يعني بتتحري دقه هذه الحالات منين؟ السؤال ده كتير. لانه يعني خلينا نقول طبعا احنا مش بنفتش في النوايا، ولكن احيانا للاسف في ناس بتبقى مش مستحقه وبتمثل بالبلدي كده او ببساطه، يعني بتمثل ان هي محتاجه وتستغل الظروف وكده، هي بتاخد حق ناس ثانيه يعني يستحقوها اكتر. يعني ازاي بتتحري دقه الحاله؟ بصي دايما بيبقى يعني اغلي مثلا بحاول اشوفها عن طريق حد، مثلا لو جمعيات خيريه او ناس شغالين في مجال العمل التطوعي ذات ثقه، فانت بتبقي بيقولك مثلا الست دي انا بشوف سيده بتعمل كذا، زي الست ناهد دي انا حد اعرفه شغال في العمل التطوعي اللي بشوفها بتخرج كل يوم الصبح بتشيل عفش على ظهرها بتعمل. قلت له طب وصلني بيها، قال لي معهاش تليفون، تعالي لها شارع كذا، هي كانت في بشتيل وبتاع. قلت له هجيلك يومها. فروحت له وهو وصلتني بيها. فهي دي الفكره، بتبقي دايما ذات ثقه. غير كده انت طبعا بتبعتلك بقى بياناتهم تفاصيلهم، بتبداي تبعتيهم للجهات الحكوميه، هم بيتحروا كمان لان هم عندهم برقم البطاقه بتفرق معاهم برضو في البحث. يعني وزاره التضامن دايما تقول هاتوا رقم البطاقه، عشان فعلا زي ما انت بتقولي في بعض الحالات ما بتبقاش من خلال قاعده البيانات كمان يتحروا عن الحاله. احمد يعني خلينا نقول يعني انتوا جيتوا في وقتكم، يعني اولا طبعا جيتوا في وقت تكريمكم، تاني حاجه امبارح كان في توجيه رئاسي من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعه يعني التطور التكنولوجي في مجالات الاعلام. صحيح. النيوزلتر خدمه احنا عارفينها ومن الصحف الاجنبيه وبتيجي على الايميل وبتبقى مزعجه قوي على فكره ساعات، يعني بقعد اقول لهم انسبسكرايب ساعات كتير. لكن خلينا نقول انت بدات تمسك هذا القسم، انا مش هعمل لك انسبسكرايب بس صح، مش انت بدات تمسك هذا القسم؟ يعني كلمنا عن قصه النيوزلتر، هل هي في مصر من زمان في المواقع المصريه من زمان، وليه اخترت ان انت تبدا هذه يعني بداتها ولا لسه ولا بتبتدي تفكر فيها؟ لا هو انا بدات، احنا عندنا تجربه اسمها دستور نيوزلتر بتطلع من مؤسسه الدستور، سحبت الدستور عندنا. أوكي. وانا المسؤول عنها اشرافا وتحديدا. بقى لها قد ايه؟ سنتين. يعني مستحدثه برضه. مستحدثه. هو القصه انا ان في فتره انا خضعت لمجموعه من التدريبات الصحفيه الكبيره بره، عارف وشايف ان الفتره اللي جايه او المرحله اللي جايه للاعلام الديجيتال والنشرات البريديه، ان يعني المواطنين او العملاء مش عايزين يخشوا يدوروا على مواقع الكترونيه، مش عايزين يخشوا يدوروا على صحف، لا
هما محتاجين خدمة تجيلهم على البريد الإلكتروني زي التيكت بتاع الطيران وزي كل الحاجات اللي بتجيلهم بتجيلهم يعني في غلاف اهو الشهيد المنسي. هل ده تصميم من يعني ده عينة من النيوزليترز اللي اتبعتت؟ النيوزليتر فهي النيوزليتر النيوزليتر يعني نشرة بريدية بتيجي على الايميل صحيح. في وقت محدد يعني في كأن محدد. انت بتجيب لي الجورنال زي زمان لما كان بيحدفوا لنا الجرايد من البلكونه، انت بتجيب لي الجورنال على الميل بالزبط. عندي بالظبط. وكل واهم الموضوعات اللي احنا شايفينها كويسه. التجربه بتاعتنا بقى بتختص بايه؟ احنا مصر فيها 2 أو 3 نيوزليتر معروفين، صباحيه وفي ويكند وفي كذا كذا كذا. احنا يعني انا لما جيت افكر في النيوزليتر فكان عندي تجربه جديده، بمعنى ان انا في عندنا وزارات الحكومه بتطلع بيانات رسميه كل يوم وكل دقيقه. بالظبط. طبعا البيانات دي بعضها كل يعني الصحف بتاخدها ممكن ما بتصحفهاش، بتنشرها عادي ما بتهتمش بيها لانه بيان رسمي بينتشر في الدنيا كلها وفي البرامج وفي الكلام ده كله. وبعضها بيبقى احيانا جاف شويه، بيان رسمي فمحدش صرحها السيد المحافظ او السيد الوزير، فمحدش من المواطنين متقبل ده يعني شويه. فانا خدت البيانات دي عملت لها رصد وتحليل ونقد وحولتها لقصص ممتعه تحب تقرايها، قصه مش عارف الفلان الفلاني اللي انت ماسك اوريدي قسم نيوزليتر. هو هو مش قسم، هي خدمه. الخدمه خدمة. الخدمه دي انت مسؤول عنها بقالك سنتين. بالظبط. احنا وصلنا لعدد 120 تقريبا في الـ في الـ من ضمن اعداد النيوزليتر، وبقينا يعني وكبار الوزراء كتبوا عندنا مقالات في النيوزليتر، ما كتبوش في صحف، كتبوا عندي في عندنا في النيوزليتر مقال عن رؤيتهم للاعلام الجديد ورؤيتهم للوزارات والاعلام الحكومي. انت مستمتع بالاشراف على هذه الخدمه جداً ليه؟ جداً. ايه اكتر حاجه بتمتعك فيها؟ اولا ان انا احول حاجه الجافه لقصه ممتعه. اصل اهم بس انت لازم تعمل ده بسرعه صح؟ طبعًا في طبعًا يعني طبعًا. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، انت دلوقتي اسبوع مثلا حضرتك ما عندكش كل الوقت انك تشوف كل البيانات بتاعه الحكومه. طبعا انا بجمعها لك كلها زي حصاد الاسبوع في نيوزليتر، واختار لك اهم ما فيها واختار لك اميزهم واقول لك البيان ده اهمهم البيان ده. يعني نيوزليتر مش كل يوم؟ لا لا، هو اسبوعي. احنا بتاعنا اسبوعي، بيتبعت كل سبت الساعه 12، بيوصل على الايميل وبتنشر على الموقع الالكتروني بتاع الجورنال بتاعنا. بنعمل له غلاف زي اللي حضرتك بتعرضيه ده، ده غلاف بنعمله زي الجورنال المصغر كده تابلويد عشان يتشير والناس تشوفه بشكل كويس، وبنكتب القصص دي كلها جوه. فده حاجه ممتعه جدا ان انا خدت حاجه مهمله حولتها لماده صحفيه وماده وقصص انسانيه وحكيتها حدوته. بالزبط. شيقه. بالظبط. يعني نسبه الانسبسكرايب كتير من لا النيوزليتر. لا يعني السؤال المحرج عشان انا ساعات بس احنا عندنا احنا وصل عدد الناس اللي بيوصل لهم واحنا مش بنبعت للناس وخلاص، بامكاننا ان احنا نبعت لكل الناس بس احنا بنبعت للي عايز بس. طبعا عندنا حوالي 500 واحد مشترك دلوقتي فور فري، احنا اللي بنبعت لهم. بتزيد الاعداد على مدار السنتين. احنا كمان عملنا نيوزليتر ثانيه بعدها اسمها دستور ويك اند، يعني بقى في اخباري وبقى في ويك اند نهايه الاسبوع. فده يعني المستقبل جاي للنشرات البريديه. انا حاسه ان انا عايز اقعد معاكم ساعتين ثلاثه كمان نتكلم. بس الوقت بيجري والكلام معاكم ممتع وانا مبسوطه جدا وفخوره بيكم ومبسوطه لتكريمكم، والف مبروك وبالتوفيق دايما. سمر، التكريم ده بيحملك مسؤوليه اكيد، ايه خطتك الفتره اللي جايه؟ خطتي ان انا استمر طبعا في القصص الانسانيه الاكتر، واحاول ان انا استغل دايما شغلي. انا بفرح قوي لما بحاول اساعد حد، ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عايزه طبعا اعمل شكل جديد ونوع جديد من الصحافه اللي هو الصحافه الاستقصائيه، اشتغل بقى تحقيقات، يعني اللي هو خلاص بقى احنا بنكبر شويه من فئه الشباب لحاجه ثانيه، فان شاء الله هشتغل على النوع ده باذن الله الفتره الجايه. يعني اكيد. وانت يا احمد ايه خطتك الفتره اللي جايه؟ والله يعني عندي حاجات كتير، بس هي ممكن بشكل اكتر ان انا مدير تحرير موقع حاليا، موقع اسمه امان خاص بالاسلام السياسي ومكافحه الارهاب تبع مؤسسه الدستور. فمشروعي اللي جاي ان انا اكبر هذا المشروع واخليه موقع مهم جدا في الوسط، ويقدر فعلا يقدم افكار توعويه ويقدر يقدم دراسات مكافحه للارهاب. انا بشكركم وبقول لكم الف مبروك على التكريم ده، بتمنى لكم التوفيق من قلبي. احمد عاطف مدير تحرير جريده الدستور، وسمر صالح الصحفيه بجريده الوطن، نورتونا مشاهدينا. نسيبكم مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحواريه الثانيه، تابعونا.